أهلا بالمشاهدين. إذا مشاهدينا كل يوم اثنين احنا عندنا فقرة الكتب مع دانا أبو لبن. أهلا دانا، سعد صباحك مجددا هاني، وأنا كثير سعيدة أنه أنت موجود معي اليوم بكتب الصباح وأيضا شاركنا بقراءة كتاب اليوم. إذا شو كيف هيك سريعا انطباعك؟ والله أنا جدا سعيد وانطباعي حلو. دائما احنا بين الكتب أكيد يكون إحساسنا مختلف وغير، فخلينا نقول بسم الله ونبتدي مع المشاهدين. خلينا نبدأ. إذا اليوم رح نكمل رحلتنا مع الراحل الدكتور غازي القصيبي. في كتب صباح المرة الماضية تعرفنا على أبرز محطات حياته السياسية والأدبية والإنسانية. اليوم رح نناقش رواية الراحل حكاية حب اللي اخترتوها من خلال التصويت عبر تويتر وشاركتونا بقراءتها على مدى الأسبوعين الماضيين. لكن قبل ما نبدأ بمناقشة الرواية خلينا كما جرت العادة نأخذ جولة سريعة على أبرز الأخبار من عالم الثقافة والأدب. والبداية من معرض الرياض الدولي للكتاب اللي اختتم فعالياته اللي بدأها ب 13 مارس يوم السبت الفائت الموافق 23 مارس. خلينا نتابع معرض الرياض الدولي لهذه السنة بالأرقام. جائزة الشيخ زايد للكتاب أعلنت في 16 مارس الجاري عن أسماء الفائزين في دورتها 13 واللي ضمت 5 كتاب وأدباء عالميين إلى جانب مركز بحوث عربي تكريماً على إنتاجهم الإبداعي والفكري المتميز. خلينا نتابع أسماء الفائزين. كما أعلنت مؤسسة محمود درويش ونائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو عن أسماء المبدعين الثلاثة الذين فازوا بجائزة محمود درويش للإبداع لعام 2019 في دورتها العاشرة، وهم الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة، الشاعر الأردني أمجد ناصر، والروائي المصري صنع الله إبراهيم. يذكر بأن هاي الجائزة قدمت في يوم 13 مارس الجاري وهو بوافق ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش ويوم الثقافة الوطنية. خلينا نتابع بعض اللقطات من الحفل اللي غاب أو غيب عنه الفائزون الثلاثة بحكم ظروف الاحتلال الإسرائيلي لنتابع. هلأ هاي كانت أبرز الأخبار. قبل ما نرجع كنت عم تسألني عن قصيدة محمود درويش ستنسى كأنك لم تكن، هو عم بخاطب الإنسان لربما نظرة شوي سوداوية، ولكن أنه بالنهاية ستنسى كأنك كلنا منسيين إن شاء الله. هي كانت جزء من في حضرة الغياب من أجمل أعماله اللي أخبر فيها القراء عن شعوره لما توفي أو غاب عن الحياة لمدة دقائق لما عمل عملية القلب المفتوح. فيعني في حضرة الغياب من أعظم الأعمال. على العموم نبدأ هلأ مع روايتنا حكاية حب للراحل الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي. تتألف هاي الرواية من 120 صفحة وحكالنا من خلالها غازي القصيبي قصة حب ممتزجة مع الخيال والذكريات لا يعقوب العريان وروضة. يعقوب رجل أشرف على الموت يعيش في نزل مخصص للمرضى المشارفين على الوفاة ويمضي أيامه الأخيرة في هذا المشفى وبيستذكر ذكرياته مع حبيبته روضة. بيروي قصص خيالية وبيحكي تفاصيل حكاية حبه لممرضتين لطيفتين هم جانيت وهيلين. هاني كيف كانت تجربتك مع حكاية حب؟ والله أنا حقيقة قريت الرواية على استعجال على اعتبار أنه يعني الوقت كان قصير، وأنا أعتقد أنه الرواية كل ما تقرأ في زمن أو في يعني تختلف انطباعاتي عنها. فالانطباعات الأولية طبعا تحية لهذا الكاتب الكبير وهذا الاسم السعودي العربي اللي نفتخر فيه ونفتخر بأدبه ونفتخر بإنجازاته. أعتقد أنه يعني الراحل غازي القصيبي بهذه الرواية خلط الواقع مع الخيال، وأعتقد أنه هذه الرواية هي تمثل تناهيد
لهذا الكاتب، أفكار مبعثرة حاول أنه يجمعها بهذه الرواية، حاول أنه يطلع من الواقع. أنا دائما أحسب أقرأ الرواية بزمنها اللي كتبت فيه بهذاك الزمن عشان تفهم الرواية أكثر. أعتقد كان عميق، لامسنا كلنا، تحدث بصوتنا بعقلنا الباطن في كثير من الأماكن. تحية يعني لروحه، ونتمنى أعمالها أيضا يعني يكون لها صدى كبير عند الشباب والجيل الحالي، تعرفون على هذه القامة الكبيرة. بالفعل، ولربما من أجمل اقتباسات هاي الرواية هاني حوار يعقوب العريان مع الممرضة هيلين، لما قال لها هيلين: ممرضتي الجميلة، قولي لي ما هو الحب؟ الحب يعني أنك لست في حاجة إلى الاعتذار أبدا. وأيضا كان في حديث عن قيمة الأدب، ما يهم في الأدب هو طريقة المعالجة، المواضيع في العادة هي المواضيع ذاتها. صحيح. وهون تكمن بساطة هاي الرواية وجماليتها. نعم. أنه موضوعها لربما اعتيادي، ولكن اعتيادي طريقة عادي. الطرح كانت حلوة فعلا، وهو يمكن يخلط بين النهاية والحب، أنه كيف الأمل يعطي الحب لشخص هو يعني ينتظر الموت. يمكن هي هذه من أبرز الأمور الملحة في الرواية، اللي هو الحب وطاقته. أكيد. والآن نستعرض آرائكم أنتم بالرواية اللي شاركتونا قراءتها في نادي القراءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. باختصار، حكاية حب هي رواية بسيطة. ميز هاي الرواية سلاسة السرد وأيضا جمالية اللغة التي استخدمها القصيبي، وقد برز فيها التنقل البديع بين الماضي والحاضر. الحاضر الذي يأخذ يعقوب نحو الموت، والماضي بتفاصيله المليئة بالحب. أعجبني أنه الكاتب وشخصياته تحدثوا بالعربية اللي بيتضح لقارئها أنها مترجمة عن الإنجليزية، فبتشابه الواقع، لأنه النزل اللي عاش فيه يعقوب كان في لندن. كما عرض القصيبي أفكار وتساؤلات فلسفية على لسان يعقوب العريان، ذلك الرجل المقبل على موت وشيك والباحث عن إجابات قبل أن يحين موعد الفراق. وأعجبني أيضا تداخل أغنية زمان الصمت مع قصة حب العاشقين وتفسير روضة ويعقوب لها، لكن شعرت بأنه لهاي الرواية تتم انتهت بشكل مفاجئ نوعا ما، وتركت لنا يا هاني شوية هيك تساؤلات، يعني كنت حابة أني أكمل قراءة هاي الرواية. وكان عندك شغف انه ما تكون هذه النهايه، ها؟ وكانت اول مره بقرا كلمات زمان الصمت. الله. ما حدا قرا هاي الروايه، وما حن لاغنيه الفنان الراحل طلال مداح. هاي الاغنيه دخلت بتفاصيل الروايه وبقصه الحب، فاعطتها معنى مختلف واحساس جديد. رحم الله الراحلين، زمان الصمت من كلمات الامير بدر بن عبد المحسن وبصوت طلال مداح. حبيبي يا حبيبي، حبيبي يا حبيبي، كتبت اسمك على صوتي، كتبته في جدار الوقت، على لون السما الهادي، على الوادي، على موتي وليلتي. الله الله. الشهر المقبل الموافق 7 أبريل رح نقرأ مع بعض رواية جديدة أنتوا كمان اخترتوها من خلال التصويت على كتاب مساعدة الذات المفضل لكم. الخيارات كانت نظرية الفستق لفهد عامر الأحمدي، فن اللامبالاة لمارك مانسون، وطرفة عين لمالكوم جلادويل. والكتاب اللي فاز بأعلى نسبة تصويت عن جدارة هو فن اللامبالاة، اللي فاز ب 49% من الأصوات. إذا كتابنا لشهر أبريل هو فن اللامبالاة لمارك مانسون. شاركونا القراءة وشاركونا بآرائكم على هاشتاغ صباح الخير يا عرب، ودمتم بألف خير. شكرا لك يا دانا، ونتمنى لكل المشاهدين شاركونا بكتاب الشهر القادم فن اللامبالاة. فن اللامبالاة. تحس انه عندك فن اللامبالاة ولا؟ والله يعني عندي، بس مو مع كل الناس، مع ناس معينة، مو مع كل الاشياء. هون قمة المبالاة لازم معنا. والله يا دانا، هنا اللامبالاة، هنا اللامبالاة بالكالوريز، اللامبالاة بالكاربز ولا مو كاربز. انت تاكلي حتاكلي تاكلي من قلبك. الريحة من جد تشهي. تسلم الايادي يا شاف. شكرا. يعطيكم العافية دانا سارة، ويعطيك العافية دانا، واكيد دائما بتنورينا بهي الايام لما بتكون بتشاركينا بالمطبخ. انا بحظي اني انا بدوق الاكل متبوس اليوم بعدين. طب قبل ما ننشغل وندخل في الجو، خلينا نذكر مواضيع بكره. بكره حنتكلم على المجموعه السعوديه لامن المعلومات عن الحمايه، وكمان بسمه الجادر حتكلمنا عن المراه، هل وجودها سلبي او ايجابي؟ عن المراه، عفوا، اكيد المراه وجودها هذا المتبوس. لا الاكل الاكل معليش. المراه وجودها سلبي او ايجابي في المنازل بحسب علم الفونغ شوي. اصلا نشم الاكل خلوا يا جماعه ريما، طبعا
نطلب من مخرجاتنا ريما ومهندس الصوت محمد سامي، خلونا نختم بصوت الأرض يعني، خلوا الأغنية هذه شغالة رجاء يلا.